اهلا بحضراتكم من جديد. نروح بقى للنادي الاهلي وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي واختبارات النادي الاهلي اللي هي حديث يعني البيوت المصريه كلها والبيت المصري، اختبارات الناشئين في النادي الاهلي. حلم كل ولد، كل ناشئ صغير انه يلبس تيشيرت النادي الاهلي. النادي الاهلي مجرد انه اعلن عن اختباراته ما شاء الله يعني اقبال كبير جدا من كل المحافظات علشان حلم كل ولد يلعب في النادي الاهلي. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ما شاء الله النادي الاهلي بعد غياب سنتين علشان طبعا الظروف اللي احنا كنا عارفينها الكورونا وكان توقف اختبارات النادي الاهلي، النادي الاهلي بيرجع مره ثانيه بعد سنتين. وشايفين الشكل بره اعداد اولياء الامور، وخلي بالكم دي اعمار سنيه معينه، مش كل الاعمار السنيه في يوم واحد، بتشهد اقبال كثيف جدا من اللاعبين اولياء الامور اللي ما شاء الله في نظام كبير جدا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. الحاجه الثانيه الحلوه برضو وانا حديثي مع الكابتن خالد بيبو والمدربين، في مواهب كبيرة جدا خلال الأسبوعين اللي فاتوا انضموا للنادي الأهلي من الاختبارات. يعني إن شاء الله إن شاء الله السنة الجاية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي والفرق اللي تم فيها الإعلان عن أو الأعمار السنية عن الاختبارات بداية من 2007 ل 2015 تم ضم عناصر كبيرة أو عناصر موهوبة لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. لعيب الموهوب بيدخل ولي الأمر على طول يوقع، والولد بيوقع ويبصم، وإن شاء الله تكون إضافة كبيرة لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. نروح نشوف اول تقرير معانا مع مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي الكابتن خالد بيبو اللي عامل جهد كبير جدا بنحييه عليه وبنتمنى له التوفيق. نشوف اول تقرير مع كابتن خالد بيبو. الحمد لله، طبعا سعيد ان انت موجود معنا النهارده وسعيد ان انا على شاشه قناه النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين. يعني احنا السنه دي عندنا اعداد كبيره جدا، احنا بنحاول نعمل نظام، فبنتمنى طبعا من كل الاولاد واولياء الامور اللي جايين يلتزموا معنا بالنظام عشان الامور تبقى اسهل. انا عارف ان الجو بيبقى بعد شويه في حر وشمس، فسهلوا ساعدونا يعني عشان نقدر ان احنا نقدم خدمة كويسة لاولادكم ونقدر ان احنا نشوفهم بشكل كويس بهدوء والدنيا تمشي بشكل كويس يعني. واللجان زي ما انت شايف احنا عندنا في تعاون كبير بيننا وبين الاكاديمية كابتن شطة، فاحنا عندنا ناس كتير قوي، مدربين كتير ولجان، كل ده بيختار يعني عشان ما فيش فرصة ان ولد يعدي من عينيك. فانت بتتكلم ان انت كل ملعب عليه من 4 لـ 5 مدربين غير اللجنة اللي بره، فده وكله بيختار، اي كل اللي موجودين في الملعب بيختار المجموعة المميزة عشان يبقى الولد شافه بشكل كويس. والعيون مختلفة، انت عارف الكورة وجهات نظر وفيها ناس بتتفق وتختلف، هنفضل في العالم كله كده. فانا حبيت ان الفتره دي تبقى لجان كبيره والاختيار على اوسع عشان يبقى يعني لمينا كل العيون اللي تقدر تختار الولاد. يعني الاعداد والارقام والحاجات دي احنا يعني ما بنحبش نتكلم فيها، بس العدد كبير. العدد كبير 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 يعني، وبس احنا ماشيين بشكل كويس. احنا يعني الدنيا ما عندناش مشاكل الا بس لما بيبقى في تزاحم من اولياء الامور، وان انت عارف طبعا كل واحد يبقى جاي، العيله كلها بتبقى جايه معاه، فطبعا بتبقى الامور صعبه جدا بالنسبه لنا ان انت تستوعب الاعداد الكبيره دي. احنا لو على الولاد نقدر نستوعب اي عدد ممكن يشتغل لفتره طويله جدا، بس طبعا التكدس بتاع اولياء الامور وان هم عايزين يقعدوا في حته معينه، فده بيخلي طبعا بيبقى الامور بتبقى صعبه شويه، بس احنا بنستوعب الكلام ده كله يعني ما عنديش مشكله ان احنا نستحمله يعني. وهم عندهم حق برضو، وان هم جايين وخايفين على اولادهم وحابين ان هم يشوفوا اولادهم باحسن صوره. المرحله الاولى دي اللي هو زي ما بقول لك الدنيا بتبقى اوسع شويه، واللي عنده يعني حاجه صغيره احنا بنحاول نحافظ عليه بناخده. بعدين المرحله الثانيه بيبقى الاختيار اقل لغايه اما نشوف انت في الاخر عندك فرق قائمه. يعني كل ما السن بيكبر في فرق قائمه، يعني احنا اختبرت لغايه 2007 عندنا فرقه، السنه اللي فاتت فرقه 2007 اخذت بطوله الجمهوريه، فرقه عندنا فرقه محترمه، ففي الاخر هتاخد اللعيبه اللي انت محتاجها واحسن او قريب او ان هو تقدر تشغل عليه مع الوقت. فاحنا يعني احنا مش مستعجلين، احنا مش من الناس اللي هي عامله زحمه، يعني عندنا اماكن في كل الفرق تستوعب اللعيبه المميزه. مش يعني احنا مش الدنيا مش القوائم بتاعتنا متقفله، لا عندنا اعداد كبيره
في كل القوائم. احنا بنشتغل على الكواليتي مش بنشتغل على الاعداد. يعني الكره فيها مراحل كبيره، يعني في السن الصغير ما بتختارش الاجسام خالص، بتختار المهاره، بتختار الدماغ بتشتغل ازاي، بتفكر ازاي، ومن بعد كده بتشوف الاسره بتاعته، التكوين الجسماني بتاع الاسره عامل ازاي، هتعرف الولد رايح فين. طبعا بتعرف بعد كده الولد ده هيبقى رايح فين لغايه سن معين. ما خلاص بعد ما بيجي بعدي بقى في مرحله البلوغ انت بتبقى عارف خلاص هو مش هيزيد اكتر من كده. واحنا عندنا مش شغالين بالصدفه، يعني في عندنا القياسات كلها شغاله، عندنا الدكتور بتاع التغذيه وعندنا الدكتور بتاع القوام، كل الكلام ده بيبقى موجود. كل الولاد اللي احنا بنختارهم بيعدوا بقى على مرحله التجهيز الطبي عشان اعرف ان الولد ده هيبقى شغال ازاي، وبعدين بقى اشتغل على ارقامه بقى. يعني الموضوع مش وليد صدفه، احنا شغالين يعني على المعلومه وشغالين على الارقام، لان في الاخر لعيب الكوره بيتحول رقم يعني. فاحنا شغالين دلوقتي الارقام من السن الصغير مش من السن الكبير، يعني عشان تعرف انت الولد ده راح فين بعد فتره معينه من المهاره والشغل، وناقصه ايه وناقصه ايه في قوامه وهو صغير عشان نقدر ان احنا نعدله. يعني انا هضرب لك مثال صغير، احنا عندنا السنه اللي فاتت اشتغلنا على كم مجموعه كده خدناهم بعد القياسات، لقيناهم مثلا الوزن بتاعهم مش طبيعي على جسمهم، بس هم لعيبه مهارين جدا. اشتغلنا وعلى اخر السنه طبعا كنا شغالين طول كل شهر قياسات، وبياخدوا حاجات معينه طبعا اللي هي الغذائيه وليهم وجبات معينه والكلام ده كله. في اخر السنه زادوا 12 كيلو مثلا. فانت شغال على كده، اللي شغال طبعا اللي هو وزنه قليل بنشتغل عليه، واللي وزنه كبير بنشتغل عليه. فاحنا الموضوع بقى كله معلومات، ما بقاش فهلوه يعني. انت العين بتختار، انما الارقام بعد كده هي اللي بتتكلم.